حقيقة هي من أكبر المفاجآت في دوري أبطال أفريقيا في بلاد العم السام. الأهلي ضمن تأهله 30 متر، يمشي عزيز يحاول، هو كرة رهيبة. من لغة الأداء، الأداء راهو نشوفوه في وان، يمشي عطايا الشحات، شحات باي كوكا، كوكا بيس ماتش جزائري كان خسر 2-1 في دار السد، ذاك الشبل من ذاك الأسد في حراسة ميزة مشوار الأهلي هذا العام هو الصلابة الدفاعية، وبالخواتيم توج بالكأس، خطيرة الكرة المنتهية التغييرات في الكرة التنزانية، الفريق الأهلي وراتويلا صحيح الدفاع أقوى من المواد التنزانية تقدم، هذه خطيرة باش يحلها لسانك برافو قرب، والساعة واحدة بتوجه دفاعاته يمشي عليه بيسرع الخطيرة، وعبد المنعم كرة في الشبكة الصغيرة، محاولة من كرة ثابتة ضاعت على النادي الأهلي بذكريات كاسا وبذكريات محمد الخان. بيرسي تاو يمشي بيرسي وصل كرة الآن هضرب موديست قسم اللي سبقوا ستة، يلا موديست، موديست كنترول وهربت عليه. كاس افريقيا هو الهلال الكبير السوداني، برشا الكرة خطيرة عرضية رد بالك عبد المنعم، فريق سيمبا خطيرة جدا، عرضية صعبة وكرة خطيرة من نادي يانجا، اليانجا افريكانز كان قريب من هز الشباك عن طريق اليفواري كنادو، فريق خطر للتحكيم نحكي على الكرة، الفرص اللي ضيعش بدياما في ظروف المناخية والرحلة الطويلة والملعب بالتتويجات القارية في 2013 ضد فريق ولا استحالة في عالم الجد المدور، هذه كرة برسفر ضد بالوزداد في الديربي في قادم المجولات مع النادي الأهلي كراس حربة، لم يقنع الفرنسي موديست، الأهلي جرب الآسيوي جرب الإفريقي تحول الأوروبي ماني يسميه البريمير ليج، أول لقب في تموس صندع كانت زامبيا في التسعينات عندها ملاعب في وسط الميدان، ننتظر مباراة ممتازة، الأهلي يؤكده الآن عن طريق الشحات ولكن الراية مرفوعة، هوب سايد على الشحات، شحات هداف الأهلي في المجموعات بزوج، والبطولات الأخيرة أكدت كلامي واستنتاجاتي، والماميلودي هنا خطيرة وعلي والهدف الأول من بيرسي تاو لكن هوب سايد، تسلل على بيرسي راجل سجل 5 ممتازة ولكن هي هومني اليانجا، وعلى فكرة أقوى هجوم ماش خطا يقول الحكم لا يرجع الفاول، أبطال أفريقيا 10 نقاط الأهلي متعدى البطولة، أما وصلت النهاية هذا مؤكد، روك واجب في مشواره ممتاز، يا بيرسي حاولوا استنساخ في تجربة سانداس موديست، هو موديست الفرنسي كرة ضعيفة، كرة ضعيفة أو في الكاف شامبيونز ليج نمبر 1 يلي الترجي 105، الضغط باليانجا يضغطون على التوفيق، الكورة أصل الكورة ولا الكورة مازالت فرصة، بيرسي تاو وموديست هربت الكورة على موديست، خلفيها تسلل على الفرنسي موديست، حط الكورة عن طريق مروان، مروان يلعب لها علي معلول، هو اللي يخلص الأهلي في عدم تركيز وفي استرخاء، فريق التنزاني قلت لك خذ ثقة ممتاز اللاعب لاعبين فنيا كواليتي عالية الفريق التنزاني، مروان عمرو السولية عمرو 90% يكون أهلي وزمالك في الرياضة المصرية، ولا تكلعب الإيفواري خطيرة جدا العرضية والركلة في الشوط الأول، يمشي علي معلول كرة بالراس مروان يمشي كرة الشحات خطيرة وفي خطأ للنادي الأهلي، خطأ على خط مناطق الجزاء، كرة للشوط الأول لقلب النتيجة يمشي علي معلول وعالية من معلول، عالية من علي كول معلول علي معلول خطيرة جدا والهدف الأول للنادي الأهلي 1-0 حسين الشحات، قلت لكم أن الأهلي سيضغط منذ البدايات 1-0 لحسين الشحات، إذا الهدف الثالث في المجموعة، إذا 1-0 أسيست العادة من علي معلول وقت اللي يبدا عليه في يومه وفي فورما يكثر حلوله، شوف الكوره بدا الشحات، شوف الشحات كيفاش يتمركز، سيب عليه ركز على حسين يرجع بالكوره لين دول واحد اثنين يضرب عليه للشحات
والسحاب في قلب الشبكة والمرمى. لما الحارس شوبير صعبة جدا يهرب يشوف كورة والسريعة وهدف السحاب زاد ولعها يرفب شي عبد المنعم يعمل الكروس طويلة اوت. في هذه الأحوال ما يلوم إلا روحه فريق بالحقق لليانفا يمشي كورة خطيرة حذاري من كورة هذه والحارس مرة أخرى يتصدى شوبير. مصطفى شوبير أنت عملاق مصطفى شوبير يتصدى طريق كوكا كوكا والعدم الثاني خطيرة ومش منكر الشحات تعامل معها مرسة ملعوبة مراوغة يدخل على اليمين وكرة عودة بارجع كورة ملعوبة طويلة موجود معلول كرة طويلة موسمه الأول أيضا في المعلول يمشي عليه على القائم الثاني أعطاك يا موديس كرة أخرى سليم ممتازة من التوفيق تحرير التسريحة في قطار البريمير ليج في تنزانيا بيرسي تاو بيرسي التوزيعة وموديست والحارس موديست كاد يأتي بذل الأهداف ممتازة من الفرنسي موديست تمشي كرة طويلة من علي موديست كرة أخرى الحقيقة تؤكد أن المهاجم هذا هزيمة علي يؤكدها بالثاني علي معلول نرجع الكرة علي معلول الكروس ممكن حاول يلقى حل بين اثنين للفريق الأهلاوي دفاع موجود عبد البرسي كرة من تاو والدفاع سهل الحارس ديارة كرة من الفريق التنزاني وحاولت التحديد